ارحمني مش عارف اكون شرده اوعى تعمل كده مع مخلوق يا هاشم، فاهم؟ موت مين يالا؟ ده انا اخوك، عمر ما ايدي تتمد ناحيتك الا بالخير. انا عملت كده عشان احميك من نفسك وردك لعقلك. انا مش هنموت هنا يا يوسف، ما تقطع في السلاخينة دي. ايدين مين دي يا يوسف؟ قتلت مين يا يوسف؟ قتلت مين؟ دي الايدين اللي قتلت امنا هاشم. ما كفانيش اني قبضت روحهم، انا قطعت ايديهم النكسة عشان لما اي حد فيهم يروح لاخرته يعرف ان حته من جدته معايا. طب انا عايز اخرج من هنا ولا انا هموت يا يوسف؟ هتقتلني؟ اموت مين بس يا هاشم؟ اموت مين؟ عمر اللي فات كله صرفته عليك انت واخواتك، سنين بدور عليك انت وجميلة وعماد. لو اذيتك ابقى اذيت نفسي، ضيعت شقة عمري، خنت العهد اللي بيني وبين امك وانا على تربتها. ما نفسكش تزورها يا هاشم؟ نفسكش تشوف اخواتك جميلة وعماد؟ يلا تعال تعال، ما تخافش، اوعى تخاف من اخوك يا هاشم. انا اخوك ابن امك. انت اللي عملت فيها كده بس؟ ليه كنت عايز تكسرت؟ أنا عمري ما أكسرك، أنا عايز أرجعك لنفسك قبل ما أرجعك لإخواتك. تعال أدخل، اتفضل. البيت بيتك ومطرحك، بعد شوية هتبقى في حضن إخواتك. بس أنا عايزك تغير هدومك دي وتروق نفسك، ما ينفعش إخواتك يشوفوك كده. وتطلع فوق تلاقي أوضة كده فيها كل حاجة، غير وروق نفسك وأنا هنادي عليك. يلا روح، متأخرش.